أنتم تلاحظون أن هذه، فلذلك إذا قال ها قال مال، إذا قال خليل وفيها، فالقصد بذلك هو هو هذا هو مدونة هذا الكتاب الذي هو عمدة الفقه المالكي. وأما الأشخاص الذين كان يشير إليهم فكان يشير إلى اللخمي، واللخمي هذا واحد من كبار علماء المذهب المالكي، وكانت له اختيارات وكانت له ترجيحات اختيارات، وكان عالما كبيرا اللخمي، وكان نوعا ما يرى نفسه يتصرف، معنى أن يقول كذا كذا ويقول والرأي أو عندي وعندي هذا. لذلك كان الناس يقولون إن كتاب التبصيرة للخمي فقه، كتاب في المذهب المالكي تبصيرة، ولكن ما كل ما جاء به هو معبر عن مذهب مالك، فبعضه معبر عن شخص واحد هو اللخمي بذاته، فلذلك تأخرت تبصيرته. ثم كان كذلك يتحدث عن الترجيحات، وترجيحات ابن يونس، وإذا قال رجح أو الترجيح فهو يقصد هذا الفقيه الذي كانت له قدرة أخرى على أن يأخذ في الأقوال ثم يرجح. وكان إذا قال الظاهر والأظهر يقصد به أو كأنه يحيل على رجل واحد هو ابن رشد، لأن ابن رشد كان من كلامه أن يقول أظهر الأقوال في هذا، فهو يظهر، معناه يستطيع أن يجعل أحد الأقوال هو الأظهر، وهذا ابن رشد الذي حدثتكم عنه منذ قليل. وكان أيضا إذا قال والقول أو أشار بالقول فإنما يقصد به المازري، والمازري متأخر من عن هؤلاء، وهؤلاء هم الأشخاص الذين يقصدهم خليل حينما يتحدث، فيقول مثلا حينما يقول المرجح أو الراجح أو رجح، وهو دائما وهو حينما يستعمل صيغة الفعل ليس كاستعماله صيغة الاسم، فهذه لأنه حينما يقال بأن رجحه أو فلان فهو نسبة إليه، أو الترجيح فهو ما رجحه من أقوال متعددة، فإما أن يكون هذا المرجح هو نفسه يرجح قولا من الأقوال، وإما أن يكون هناك أناس سبقت لهم هذه الترجيحات فهو يأخذ أو يعبر عنها. وهو ومختصر وصاحب الخليل مختصر يقول عندي مفاهيم، أي في أصول الفقه هناك مفاهيم، مفاهيم للموافقة ومفاهيم المخالفة، ومفاهيم الموافقة معروفة كالعشرة دي المفاهيم، قال إنما أعتبر منها مفهوم الشرط، أي هناك مفاهيم أنا لا يعتمدها، هناك مفاهيم يعتمدها بحكم أنها شبه منطوقة، ولكن هو يقول إنما أخذ وأعتمد مفهوم الشرط، إن تنصروا الله ينصركم، مفهوم الشرط بمعنى إن لم تنصروا لن ينصركم. في القرآن كلها كل كلام كان موقوفا على شرط فهذا الشرط معتبر، معنى الكلام مرتبط بهذا. إذن هذه فقط أوليات في 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 المذهب في قراءة هذا الكتاب، كتاب خليل. طبعا أنتم كلكم يعرفوا هذا الكتاب ودرستموه في مستويات متعددة، وإنما بقي أن أذكر لكم أن هذا الكتاب نفسه هو مقدم، هو كتاب في الفقه وله مقدمة، مقدمته هي هو ما كتبه خليل رحمه الله، ولكن فيه أيضا من هناك من اهتم بهذه بهذا الكتاب ووضع له كتابا آخر لتقديم هذا الكتاب، لأن كتابا مختصر ليس كتابا يلجه كل إنسان حينما يريد، بل